السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني وأخواتي، مرحبا بكم معي من جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة كما العادة. اليوم إن شاء الله غنتكلم شوية كما شفتوا على هذه الحكومة والمشاكل اللي غتلقى. العبد الضعيف تكلمت على هذه المسألة هذه وقلت بأن هذه الحكومة غادا تلقى بزاف ديال المشاكل وغادا تدار ليها بزاف ديال العقبات وبزاف ديال فران أمان. بهذا المصطلح هذا بلغة الخشب، فران أمان، يعني كما شفتوا بزاف ديال الوعود اللي كانت عطات هذه الحكومه هذه غادا دير بزاف ديال القوانين. بدا يبان على ارض الواقع بان هذه الحكومه هذه كما قلنا ما غاداش تقدر تخرج بزاف ديال القوانين للوجود. يعني غنطرق شحال من حاجه كما شفتوا في العنوان. غنتكلم على الصالونات ديال القمره اللي كان وعد من الوعود ديال هذه الحكومه ولا ديال التحالف اللي كانوا المحالفين مع الحكومه اللي هي ولا الحزب ديال البيسوي اسكيردا ونيداس بوديموس. يعني كانوا عاطين وعد باش غادي يحيدوا 99% ديال الصالونات ديال القمرة خلال العامين المقبلين. يعني العامين الجاية 99% ديال الصالونات ديال القمرة يمشيو بحالهم. بدات الامور كما قلت كتوضح وبدات يعني فرانا ما نضرب لهاد الناس هادو. الحاجة الاخرى اللي كذلك اللي كانوا عطاو الوعد ديالها كما شفتوا اللي طرقت لها ريفورما لابورال ديال راخوي اللي كانت دارت في 2012، كانوا قالوا غادي نديرو غيها يعني بور كومبليتو. دابا قالك حقه ما حقه غادي هاد الريفورما هادي غادي ديروها بارسيال، يعني واحد الطريف منها هو اللي غادي نلغيوه. كانوا قالوا غادي نلغيوه كامل، دابا غادي نلغيو طرح واحد فقط اللي هو جوج ديال المواد، واحد جوج ديال المواد يعني اللي من المسودة ديال العمال والشركات، يعني من النظام يعني الاساسي ديال العمال. يعني فقط غادي نلغيو جوج ديال المواد. المهم ما غاديش نطرق للمساله لاني هضرت عليها. كما قلت اللي غتركز عليها مزيان هو هاد الصالونات ديال القمره اللي كانوا هاد الناس هادو قالوا باللي غادي كيبداو يخدموا. هذه من بين الاولويات، خصوصا هاد السيد اللي كتشوف فيه تما في الصوره اللي هو الوزير ديال المستهلك. هاد الوزاره هي الجديده اللي دارت في اسبانيا، لان ما كانتش هاد وزاره المستهلك ولا وزاره الشؤون المستهلك، يلاه ولا هاد يلاه ولا جديده. يعني هاد السيد هذا اللي كتشوفوا تما كما قلت لكم اللي هو غارثون، يعني كان عنده وعد ولا كان من الاولويات اللي كان باغي يدير ملي تولى، يعني ولا ملي شد الحقيبه ديال هاد الوزاره هذه، هي يحيد 99% ديال الصالونات ديال القمره. هادشي كله ما بقاش وناضلوا دابا داروا له فران امان. كما قلت ماشي المعارضه، البيسوي منهم، البيسوي هما اللي داروا له، قالوا له لا شوف حاليا تخلى على هاد الفكره ديال انك باغي تلغي 99% من هاد الصالونات ديال القمره في العامين المقبلين، يعني تخلى عليها لانها مستحيله. اشنو اللي بغاو يديروا؟ ليميتار، يعني تحديد، غادي يحدوا ليهم فقط التوقيت. مثلا الصالونات ديال القمره ما يقدروش يحلوا قبل من 10 ديال الليل، يعني خاصهم يخدموا نوكتورنو يعني ليلي، ما يخدمش بنهار ممنوع يتحل. المساله الاخرى يعني ما يحلش شي واحد اللي يطلب رخصه مثلا بغى يدير هاد الصالون ديال القمره ما يكونش قريب للمدرسه، ولا كان شي صالون قريب لشي مدرسه يعني ديال الدراري فين كيقراو يمشي بحالاته. هذا يعني بداو كيديروا واحد التحديد اللي كانوا داير، يعني كانوا هادرين عليه من قبل، ولكن هو كان الغرض ديالو كما قلت يعني يحيدهم مره واحده 99% يعني خلال عامين مقبلين، يعني غادي يلغي هاد الصالونات ديال القمره يعني بصفه نهائيه. يعني 99% ما غيبقى والو، يعني عامين غادي نكونوا سالينا من هاد من هاد من هاد الصالونات ديال القمره. صراحه انا بالنسبه لي حاجه مزيانه نقولها لكم بهذا المصطلح هذا، يعني بكل بساطه انا بالنسبه لي الفكره ديال هاد السيد هذا كانت مزيانه. الغي هاد القمره هذه لان هاد الصالونات هادو خربوا بزاف ديال العائلات وتسببوا في الخراب بزاف ديال العائلات والطلاق الى اخره، ومشاكل اللي كبيره اللي كيعانيوا بعد مشاكل بعد الازواج مع بعضياتهم على هاد المساله هذه. لان الناس كنعرفوا بزاف الناس العرب، يعني ما عندنا باش نضربوا الشمس بالغربال، يعني العرب المغاربه يعني مبليين بزاف، فئه كبيره اللي مبليه بهاد المساله هذه ديال القمره ديال الصالونات اللي كيبقى يضرب النهار تما الليله كامله هو في الصالون ديال القمره، يعني يقدر يضرب لك تما 500 اورو 600 اورو في الليله. يعني هذا انا بالنسبه ليا كان واحد القرار اللي زوين وكان غادي يفك بزاف ديال العائلات من هاد المشكل هذا. ولكن للاسف الشديد انتم كتشوفوا هاد الحكومه هذه فرانا ما نطلع، داكشي اللي كانوا كيوعدوا به الناس يعني ما بقاش، يعني ولات دابا حاجه اخرى على ارض الواقع. وهادشي كما قلت يعني تطرقنا ليه بزاف ديال المسائل. هادشي كامل اللي ذكرت انايا، الحاجه اللي ما عجبانيش بزاف هي المشكل ديال الهجره، النقطه ديال الهجره اللي انا عندي اساسيه بزاف، يعني هاد الناس هادو غامضين فيها بزاف.
كما شفتوا اليوم هذا الوزير ديال الضمان الاجتماعي والهجره اللي هو هذا الوزير توا كذلك الجديد اللي بدا يمشي من هذه الوزاره هذه، يعني اليوم في واحد يعني واحد المؤتمر يعني في باريس ديال التعاون الدولي الاقتصادي ديال اوروبا، تكلم وقال ودي اسبانيا كتدعم الفكره ديال خاصه ولا كتحتاج 270 الف مهاجر سنويا تدخل عندنا هنا لاسبانيا. يعني شيء ما يتصدق ما يصدقوش العقل، شيء ما يصدقوش العقل. يعني قال بان رغم ان بزاف ديال الدول ديال اوروبا ما كتشاطرناش هذا الراي هذا، ولكن هذا هو الحل الوحيد اللي غادي يفكنا من الشيخوخه ديال السكان، لان الشيخوخه ديال السكان امر ما يعني ما نقدروش ندرقوه، وخاصنا نشرحوا هذا الشيء يعني للراي العام، نوضحوا لهم هذه المساله هذه بان المهاجرين بلا ما يعيوا روسهم يبقاو يغوتوا، والمهاجرين خاصهم يمشيوا بحالهم، ما بغيناش المهاجرين يعني بلا ما يعيوا روسهم، المهاجرين لا محال خاصهم يكونوا في اسبانيا. وكما قلت هذا السيد يعني كيهضر على ارقام اللي هي خياليه، 270 الف سنويا، 270 الف مهاجر خاصهم تدخل اسبانيا سنويا الا بغاو يتغلبوا هاد الناس على الشيخوخه ديال السكان اللي كاينه في هذه القاره العجوز، كما كتعرفوا جميع راه نظرنا عليها بزاف ديال المرات. يعني يطلب من اوروبا ان تنضم لهذا القطار هذا وتدعم هذه الفكره هذه، ولكن المهاجرين اللي خصهم يجيو من برا يعني خصهم يجيو بطريقه قانونيه وطريقه يعني منتظمه، ولكن باي صيغه باي طريقه ما فهمناش. انا بعدا شخصيا ما فهمتش من هذه الحكومه بالضبط اشنو اللي باغا تقول لنا من هذه الرسائل الغير مباشره اللي كتصيفط لنا ديال الهجره. يعني ما عرفتش، يعني كتعرفوا جميع اسبانيا كتدخل ليها اوروبا كامله الالوفات والملايين ديال المهاجرين بطريقه غير قانونيه، يعني كل يوم كل يوم، ولكن هاد الناس اللي كيدخلوا بطريقه غير قانونيه اشنو اللي باغي نديروا معاهم؟ هذا هو المشكل، اشنو اللي باغي نديروا مع هاد الناس هادو؟ اشنو اللي باغي اشنو البرنامج ديالكم ليهم؟ اشنو؟ انا ما فهمتش، نجيبوا الناس من برا والناس اللي كيدخلوا بطريقه قانونيه ما نهضروش عليهم، يدخلوا هنا ويبقاو هنا حاصلين، هذا الشيء اللي كاين. المهم الاخوان، كما قلت لكم هاد الحكومه هذه عليها بزاف ديال الضغوطات وغادا تدوز من تحت الدفه. كما كيقول المثل بمصطلح هذا الفيديو هذا كما قلت نهضر فيه بالخشيبات، غادا تدوز من تحت الدفه، من تحت الدفه اي قانون بغات تخرجوا للوجود غادا تدوز من تحت الدفه. هذا الشيء اللي كاين الاخوان. المهم كنتمنى نكون حطيتكم في الصوره، ومازال عندنا نقاش ان شاء الله لهذه الحكومه هذه، مازال نهضروا في مسائل اخرى ان شاء الله. كاع القوانين اللي كانت عاطيه الوعود ديالهم باش تطبقهم على ارض الواقع غادي نشوفوا ليهم، ولا غادي نشوفوا هذه الحكومه مشدوده من هنا وتبدأ تملص من هاك ومن هاك بان لا وحقه من هنا وحقه من ليه، هادشي كله خزعبلات وكله ضحك ولا كله يعني كذوب على الناس. يعني ملي كيكونوا في الحملات الانتخابيه ديالهم وهذا كيبداو يهرجوا وبداو يقولوا غنديروا غنفعلوا غنتركوا، ولكن كي كتكون ولا كتلحق الارض الواقع يعني المعركه كتولي هضره اخرى، لان هادشي هضرنا عليه وقلنا الامر ديال الدول يعني في اي دوله من العالم الناس صحاب الفلوس وهما اللي كيمشيو الدوله بغينا ولا كرهنا. يعني لا ما كانش اتفاق مع هاد الناس هادو ويعني والتشاور معاهم بزاف ديال القوانين ما يقدروش يداروا. هاد الحكومه هذه واخا يعني هي يساريه كما كتعرفوا جميع كتبغي المهاجرين بصفه عامه العرب المسلمين من اي جنس بغا يكونوا، يعني بغض النظر على هادشي كامل يعني ما بيد حيله كما كيقول المثل، يعني العين بصيره واليد قصيره، ما يقدروش يديروا بزاف ديال القوانين، يعني يقدروا ما يقدروش يخرجوهم من الوجود لانهم عليهم واحد الضغط اللي كبير. انا اللي كنتمنى من هاد المنبر هذا هو يعني نخرجوا لا تخرجنا هذه الحكومه هذه من هذا الغموض هذا، وتوضح لنا النقطه ديال الهجره شنو اللي باغا دير فيها، لان الناس كتعاني. انتم كتشوفوا معايا كل مره خارج لنا يعني مقال مليوح في الفيسبوك بالخصوص ودير لنا بالبالة، ذاك النهار خارجنا مقال كي يعني يحرض وكيخوف الناس وكيدير الفزع في الناس بان غيبداو يجريو على الناس وغيبداو يديروا الناس وغيبداو يحقوا معاهم الى اخره. البارح ثاني كذلك خارج يعني مقال اخر كيقول بانهم غيديروا تسويه للناس يعني في مارس الى اخره. فهذا الشيء كامل انا يا صراحه انه بالنسبه لي انايا ولا حسب الراي ديالي هذا الوزير هذا اللي عاد كيهضر وكيهضر وكيهضر وخاصنا اسبانيا خاصه الهجره خاصه المهاجر خاصنا 70 خاصنا 9 المليون خاصنا 8 المليون ما بين من هنا ل 2050 خاصنا 8 المليون ولا 9 المليون ديال المهاجرين يعني يدخلوا لاسبانيا، هذا بحد ذاته يعني بما انه ما كيهضرش بوضوح هذا الشيء اللي كيقول هو في حد ذاته هو كيسهل ولا كيمهل بهذه المسائل هذه يخرجوا باش يديروا هذه الضجه هذه. فكنتمنوا من هذه الوزاره هذه ولا بالخصوص الحكومه يعني كامله كنتمنوا منها تخرجنا بواحد اللسان فصيح وتقول لنا اشنو اللي باغا دير مع المهاجرين يعني بصفه عامه، سواء اللي باغا تجيب اللي كما كتقول هي اللي باغا تجيب من الناس من برا من يعني من برا على اسبانيا ولا الناس اللي كاينين هنا عندها في اسبانيا. انا الراي ديالي تكافى غير مع الناس اللي كاين هنا يعني بطريقه غير شرعيه، هاد الناس هادو كافينا لا على الشيخوخه ديال
ديال السكان ولا الناس اللي باغيين يساهموا في الضمان الاجتماعي، يعطيهم غير الخدمه، قالوا لنا غير الخدمه. اسبانيا ما فيهاش الخدمه، اسبانيا فيها الشوماج، اسبانيا خاصها الاولاد، اسبانيا الناس ديالها اللي كتمشي للشوماج اكثر من الناس اللي يدخلوا لسوق العمل، اللي كيمشيوا للتقاعد اكثر من الناس اللي كيدخلوا لسوق الشغل. يعني ونجيبوا الناس، منين غنجيبوا هاد الناس هادو؟ منين غنجيبوهم؟ ومنين نجيبوهم فاش نخدموهم؟ هذا هو المشكل. يعني خدموا هاد الناس اللي هنا، فكوا المشكل ديال هاد الناس اللي كاين هنا، وديك الساعه هضروا على الناس ديال اللي تجيبوا مثلا الناس من برا. هاد الشيء اللي كاين الاخوان، يعني كنتمنى يعني نكون عطيت الراي ديالي. انا ما كنهضرش بشي لسان ديال شي حد ولا كنمثل شي حد، وانما يعني كنحلل داك الشيء اللي بان لي انا على حسب الراي ديالي يعني المتواضع. نتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده وموضوع جديد، وتهلاو ليا فراسكم كما العاده. السلام عليكم.